يا ربع، في اشياء الله معطيني اياها واحنا ما قاعدين نحمد الله. يعني قاعد يصير لك اشياء في الحياه هذه ما حد يعلم بها الا الله، صح ولا لا؟ واخر تجيك ابن ملحد يقول لك الطبيعه، طبيعي ان تاخذك ان شاء الله تنفتح القاع وتاخذك بيه وبعدين اعبد الطبيعه. استغفر الله يا عيال، تحمدوا على كل شيء يصير. واليوم مقطع عبارة عن موقع تحط مواليدك يعطيك ايش صار لك في الحلم. طبعا هذه ما يعني من الله، لكن الزلمة قاعد يعطيك تقدير. ماشي يلا ليتس جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الاخبار؟ ان شاء الله تمام. جاتكم اليوم مقطع جديد. اليوم المقطع موقع زي كالعادة، ادسوا لك واشتراك ونبدا. بسم الله. اوكي، هذا يقول لك حط مواليدك. انا عندي مواليدين، انا بحط الحقيقة تمام. 2006 اليوم 18 شهر الرابع. يقول ولدت تيوزداي الثلاثاء. يقول عشت ما شاء الله، الله يزيدهم على الطاعه بس يا رب، عشت 6104 يوم. هذا صديقي اليوم الحين يعطيك وش صار من ولادتي. يعني ما شاء الله، يقول قلبك دق 608 685 مليون و600 و1370 دقة. طبعا تقريبا يعني شوف شو كاتب لك هنا، your earth has beaten about، يعني تقريبا كذا. ما شاء الله، شوفوا كم دم، كم لتر دم استخدم فعلا الدم تمام. كم لتر؟ 527386 لتر. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا سبحان الله. شوفي كل جسمي كم طلع كريات دم حمراء. شلون اقرا هذا؟ شلون؟ سبحان الله، اللي يعرف يقرا بالارقام هذه 12 تريليون بيكوز 100. يقول كم جسمي تنفس تقريبا. ما شاء الله، طبعا هذا يكون نفس نفس طويل، فاهمين؟ يس انا فاهم، هذا رقم كبير. الله يحفظك. اوكي، يقول كم مره رمشت 131,846,400. طبعا شوفوا هذا تقريبي، لانه انا قاعد اعد نط خمسه وانا ما رمشت. شوف يقول كم نمت 2034 يوم، صدقني 2000. هنا يقول لك مو بس انت اللي تغيرت، حتى العالم اللي حولك تغير اكيد، لان احنا احلى. يقول لك هل تشعر ان العالم ازدحم اكثر ولا لا؟ حس ايه يعني، ما شاء الله السيارات يعني ما تقدر تعدي. زاد 1,150,104,146,329 شخص بالضبط من ولادتي لحد الان. الله يزيدهم على الطاعه. 9% اوف ما شاء الله. لا مو ما شاء الله يا اخي، مدري هي يقول ما شاء الله ما شاء الله، لكن صار 9% من ثاني اكسيد الكربون الاستخدام يعني من ولادتي 9%. ما ادري ان شاء الله تنقص من ريتويت، والله ما ادري. يقول الشغله اللي كنت اشتريها بدولار ولادتي 2006 الحين تشتريها بدولار و47 سنت، يعني تقريبا كم؟ ريال و77. لكن على حد علمي انه في اشياء زادت اكثر، بس السعوديين قاعد تصير في السعوديين. شو يقول لك؟ السهم هذا زاد 265% من ولادتي لحد الان. يقول حياتك كانت شو اسمه يعني حركه ماشي فاهمين يعني، وانا ما ادري كيف افهمك، انا ما ادري شلون فهمتها اصلا. ما شاء الله، شوفوا كم مره لف القمر، لفت الارض حول الشمس 15,870,000,000 على كيلو. هذا بعدين شي عدته. ما شاء الله ما شاء الله، هذا النظام الشمسي يضرب التبان وكذا مدري ايش. ما شاء الله، هذا رقم كبير من كيف عدى النظام الشمسي على درب التبانة، لكن رقم كبير 223 مرة فتل القمر حول الأرض. القمر كل كم يفتل؟ القمر بما انه يفتل فيبعد تمام. هذا الأرض اي هذا الأرض وهذا القمر تمام. فلما يفتل يبعد، يعني لما تفتل الفتلة كذا يكون هنا يصير هنا، فانبعد تقريبا مو تقريبا 64 سنتيمتر. ان شاء الله ترد لهلك. ايش في حياتي عمتك؟ يعني ليش اعطينا معلومه زي كذي يعني؟ نسبة التعلم زاد من 87 لل 87. لا، يقول نسبة العالم زاد عمرهم 4 سنين من ولادتي. كيف يعني؟ اللي كان يموت 80 صار يموت 84، طبعا الاعمار بيد الله. هذا الموقع شكله ملحد.
11% عند الناس صار عندها كهرباء. كهرباء صار يدق، ما ادري ليه، ما ادري ليه. يقول انت محظوظ، يعني انت محظوظ. 5% من اللي ولدوا بنفس سنتك ماتوا. اكتب لي عمر يا كلب. ان شاء الله ان شاء الله. يقول انا مسوي قدامك طريق طويل عشان تقطعه، عشان ايش؟ اجنت نوب، يعني في قدامك حياة كثيرة نوب. ان شاء الله ان شاء الله الطاعة باذن الله. الله عز وجل بس يقول مين يدري ايش راح يصير بحياتك؟ الله يا حبيبي، الله يدري، الله فوق. وبس يا عيال، انا نقول وصلنا نهاية المقطع. تسوي لايك والاشتراك، حسابات موجودة تحت في صندوق الوصف، موجودة على انستغرام اكثر شيء. يا عيال لما لاحد، يا عيال الذين الله لا اله الا هو، واللي يقول طبيعة طبيعة تشقك ان شاء الله، طبيعة تاخذك. بس مع السلامة.